بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 126. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى أشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله قال إنه لا يجوز التعاون مع المشركين والكفار واليهود والنصارى في إقامة أعيادهم والمشاركة فيها بأي نوع من التعاون، ثم ذكر نظائر لهذا في البيع والتأجير لهم بهذه المناسبات، أو البيع والتأجير لهم مطلقا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنهم يستعملونه في المحرم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ذكر الخلاف في ذلك، ثم عاد إلى الأصل وهو التعاون معهم على إقامة أعيادهم. نعم، أعيد العبارة. قال: فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم، عرف أصل أحمد أي الأصل الذي يبني عليه أحمد مذهبه أو فتواه في هذه المسائل السابقة، وهي تمكين الذمي من الشراء من أرض المسلمين أو إحيائها، هل يجوز أو لا يجوز؟ فأحمد يبني على أصول في هذه المسائل، فإذا عرفت هذه الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد كلامه وفتواه عرف المقصود. نعم. قال: فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى أشد. نعم، أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم، يعني أن يباعوا دارا يقيمون فيها أعيادهم أو أرضا يبنونها لأجل إقامة أعيادهم ومناسباتهم فيها، أن هذا أشد من بيعهم العنب ليعصروه خمرا. نعم. بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، لأن ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد. نعم، لأن بيعهم الطعام واللباس يستعينون به على العيد، وما يستعينون به على باطل لا يجوز للمسلم أن يبيعهم إياه، نظرا لأنهم يقصدون به عمل المنكر، فالمسلم لا يتعاون معهم في ذلك. نعم. إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات، فالعيد أشد من كونهم مثلا يعصون الله في شهواتهم من شرب الخمر وغير ذلك، العيد أشد لأنه اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر كفرهم، فإعانتهم على عيدهم أشد من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست ملابسة للعيد. نعم. قال: وهذا إعانة على ما يقام من العادات. نعم. لكن لما كان جنس الأكل يعني بيعهم ما يأكلون ويشربون من
المحرمات هذا بإعانة على العادات، فإذا كان هذا محرما فإن بيعهم ما يستعملونه في أعيادهم أشد، لأن هذا إعانة لهم على إقامة عباداتهم الباطلة. نعم. لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرمة بنفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه. نعم. فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم، يعني فرق بين أن يباعوا طعاما أو شرابا أو لباسا يلبسونه على العادة، نعم، فرق بينه وبين ما يشترونه للمعصية أصلا كالخمر، فإنه لا ليس هو من الأمور المعتادة بل هو من الأمور المحرمة قطعيا. نعم. فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل الصليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه. نعم. إذا كانوا لا يشترون هذا الشيء إلا لاستعماله في المحرم وعباداتهم الباطلة فهذا بيعهم هذا محرم، لا يباع عليهم ما يستهلكونه في هذه الأشياء كالمعمودية والتصليب والشعانين وغير ذلك من أمور أعيادهم، هذا أشد مما يتخذونه للعادة التي اعتادوها وإن كانت معصية، فما يفعل للعيد أشد. نعم. قال كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم. نعم، هذا أشد، ولا أحد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا أو بيعهم الأرض ليبنوها كنيسة، لأن هذا محرم، لأن هذا كفر، لأن هذا من مظاهر الكفر المعروفة، فلا يجوز إعانتهم عليها بوجه من الوجوه. نعم. وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، كراهة التنزيه، يعني لأن هذه أمور مباحة، وكونهم يستعملونها هم ويحولونها إلى معاصي هذا على تصرفهم هم، لكن الذي يعلم أنه ما لها أصل مباح وإنما كله محرم هذا لا شك في تحريمه. نعم. قال لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه، والأشبه أنه كراهة تحريم. لكن هل أن يباعوا ما يأكلونه ويشربونه ويلبسونه في أعيادهم هل هي كراهة تنزيه، والمكروه كراهة تنزيه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو هو كراهة تحريم، لأن الكراهة عند السلف تطلق على التحريم، أما أنها لا تطلق إلا على كراهة التنزيه فهذا عند المتأخرين. نعم. والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده. نعم. فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر. نعم. وإن كانوا غير كفار ولو كانوا فساقا من المسلمين، إذا كانوا يشترون اللحم ويشترون الطعام ويشترون يشترون المباحات ليستعينوا بها على الحرام فإنه لا يجوز أن تباع عليهم، لأن هذا من التعاون معهم ومن إقرارهم على الباطل، إذا كان هذا مع فساق المسلمين فكيف مع الكفار. نعم. ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. نعم. بيعهم المباحات التي يستعينون بها على إقامة عيدهم أشد، لأن هذا يوسع شرهم، وأيضا يرسخ أعيادهم عند المسلمين، والمقصود هو تقليل هذه الأمور وكتمها وعدم ظهورها. نعم. قد يدخل في ذلك يا شيخ أو بصورة أشد نقل بعض الفضائيات لأعيادهم ومناسباتهم الدينية؟ نعم بلا شك، هذا أشد، كون الفضائيات التي يملكها مسلمون. نعم. يملكها مسلمون مع الأسف أنها تنقل هذه الكفريات وهذه الشركيات وهذه الأباطيل إلى بلاد المسلمين وبيوت المسلمين،
لا شك أن أصحاب هذه الفضائيات أنهم آثمون أشد الإثم، وأنهم مشاركون لهؤلاء الكفرة والمبطلين بقسط كبير من الإثم، لأنهم نقلوا شرهم إلى المسلمين. فيجب على هؤلاء المسلمين الذين يملكون فضائيات أن ينزهوها من هذه الأباطيل، وإلا فإنهم سيتحملون إثم من يغتر بها أو يتأثر بها من المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هذا أعظم من إعانة شخص معين. نعم، إعانة المجموعة أشد إثما من إعانة شخص مفرد على معصية، على معصية من المعاصي. نعم. لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه، يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن العصير يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم، بخلاف الخنزير فإنه معروف أنه لا يستعمل إلا المحرم، ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا. نعم. لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. يعني ما كان تحريمه في كل الأحوال لا يجوز بيعه مياه كالخمر والخنزير، فإنهما لا يباحان في حال من الأحوال، بخلاف الحرير فإنه يباح في حال من الأحوال التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحرير لا يحرم إلا إذا كان خالصا أو كان غالبا في الثوب، فيباح اليسير منه، فهذا يجوز بيعه مياه لأنه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من الإباحة، فبيعهم الحرير أخف من بيعهم الخمر والخنزير. نعم. وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه. الطعام واللباس أصله مباح، ولأن الطعام أصله مباح، وكذلك اللباس الذي ليس فيه حرير أو شيء محرم أصله مباح، لكن إذا استعملوه هم في الحرام فمن هذا الوجه إن علم من يبيعه عليهم أنهم يستعملونه لذلك لم يجوز له ذلك، وإن لم يعلم فالأصل الإباحة. نعم. وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره إلى بعض فروع الكفر. نعم، يعني أن يباع عليهم شيء محرم عليهم وعلى المسلمين هذا لا يجوز أبدا. نعم. بحال من الأحوال. نعم. كالخمر والخنزير. أما أن يباع عليهم شيء مباح الأصل والاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون محرما فهذا الحكم فيه أوسع من الحكم في الأول، لكن الأولى أن المسلم لا يتعاون معهم بأي وجه من الوجوه. نعم. قال: لما فيها من مفسدة جراره أي المسلم إلى بعض فروع الكفر، فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه. نعم، الكافر ليس بعد الكفر ذنب، ولكن المسلم لا يتدنس بشيء من الكفر وأسبابه، بل يتنزه عن ذلك، فلا يتعاون مع الكفار بأن يبيع عليهم أو يؤجر عليهم ما يستعملونه في الحرام أو يستعملونه في أعيادهم، بل إذا كان المسلم لا كما سبق لا يبيع الفساق أو يعير الفساق من المسلمين. نعم. شيئا يستعينون به على المعصية فالكفار من باب أولى. نعم. قال: لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به أي الكافر، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد. نعم، كاللباس والشراب. نعم. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. الغيار. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. نعم. بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. كون المسلم يبيع عليهم الملابس التي ليس فيها شيء محرم هذا لا بأس به، لكن كونهم هم يحولونها إلى استعمال محرم هذا إذا لم يعلم به المسلم من الأصل
فإن المسلم لا إثم عليه، أما إذا علم فهنا يأتي الإشكال، بخلاف ما هو معروف أنه محرم ولا يستعمل في المباح أبدا مثل الخمر والخنزير. نعم. قال رحمه الله: نعم، لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك، فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. إذا باعهم المسلم شيئا يعلم أنهم لا يستعملونه إلا في الحرام، نعم، كما إذا باعهم شيئا يحولونه إلى صليب، يصنعون منه صليبا الصليب، نعم، أو الشعانين وهي مظاهر الأعياد اليهود والنصارى، فإذا باعهم شيئا يحولونه إلى هذه الأشياء وهو يعلم بذلك لم يجوز له، والثمن عليه حرام لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم. ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين: وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له، كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية ونحو ذلك. إذا كان شروط أهل الذمة تنطبق على هذا الشيء مثل لبس الغيار، المسلمون يلزمونهم باللبس الغيار، فهل المسلم يبيع عليهم القماش الذي يجعلونه غيارا؟ قال نعم، يجوز هذا، لأنه يبيعهم شيئا هم ملزمون به من قبل المسلمين. نعم. وفيه إذلال لهم. ووجه ننهى عنه وما فيه إعلاء للكفر وإظهار له، كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس. نعم، أما أن نبيعهم شيئا يستعينون به على الكفر كبيعهم المكبرات الصوت والنواقيس وما يتخذون منه الصليب، فهذا أمر لا يجوز للمسلم أن يبيعهم إياه لأنه يعينهم على الكفر. نعم. قال: فهذا من شعائر الكفر. نعم. التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها. نعم، فيه شعائر كفر فرضها المسلمون عليهم مثل الغيار. نعم. فهذا يجوز بيعهم ما يتخذونه غيارا لأنه تنفيذ للشرط الذي شرط عليهم. أما ما لم يكن من شرط المسلمين عليهم وهو من أفعالهم المحرمة فلا يجوز للمسلم أن يبيعهم ما يستعينون به على باطلهم. نعم. وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا أظآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. نعم، الهدية التي يهديها الكفار في مناسبة أعيادهم للمسلمين هذه تنقسم إلى قسمين: قسم مباح مثل ما ذكر هنا من الأشجار أو من الثمار، فهذا لم يصنع من أجل عيدهم، وإنما هو شيء خلقه الله من الأصل للانتفاع. القسم الثاني ما هو من عمل عيدهم، كالذي يذبح من الحيوانات لمناسبة عيدهم، فهذا لا يؤكل ولا تقبل هدية اللحم منه لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. وقال: حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم. النوع الأول وهو قبول الهدية مما يباح في الأصل، وهو وجه كون علي رضي الله عنه قبل الهدية، فهي من هذا النوع من الذي ليس خاصا بعيدهم. نعم. عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس. أبو برزة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. هذا على الأصل الذي سبق أو مر قريبا، أن ما كان من المباح أصلا كالثمار والفواكه فهذا يقبل ولو أهدوه في يوم عيدهم بناء على الأصل. نعم. وأما
ما كان خاصا بعيدهم كالذبائح التي يذبحونها لعيدهم فهذا لا يجوز قبوله بحال من الأحوال. نعم. هو عن الحسن بن حكيم عن أمتى عن أبي برزة. نعم. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، هديتهم التي هي من أصل المباح. نعم. نعم. لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. نعم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها. نعم. فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه. الحمد لله. نعم. وإنما يجوز أن يأكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. كل هذا كما سبق أنه ما كان أصله مباحا كالطعام والفواكه والثمار فأهدوه للمسلمين فإن يجوز للمسلم أن يقبله وإن كان في أيام عيدهم، لأن هذا يكون جاريا على الأصل وهو الإباحة. أما ما كان مخصصا لعيدهم وفيه تقرب إلى غير الله كالذبح لغير الله، ذبح للصليب أو لي، فهذا هو الذي يحرم ولا يجوز قبوله هدية في حق المسلم، لأمرين: أولا أنه تشجيع لهم على إقامة ضلالهم، والأمر الثاني أن هذا مما حرم الله ومما أهل به لغير الله. نعم. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة. ذبائح الكفار مجوسا أو غيرهم لا تحل، ولا يستثنى منها إلا ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم بالإجماع، لأن غير الذبائح يباح منهم ومن غيرهم كالأطعمة والفواكه والقماش وغير ذلك، إنما الكلام على الذبائح. فذبيحة الكافر لا تحل لأنه نجس ورجس، وأما ذبيحة اليهود والنصراني فإنها تحل لأن عندهم أصل الإيمان بالله، وأيضا هم يذبحون على الطريقة الشرعية بخلاف سائر الكفار فإنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، وأيضا ليس عندهم عقيدة، ليس عندهم إيمان بالرسل، يكفرون بالرسل عموما ولا يؤمنون برسول ولا بكتاب. نعم. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوص أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى. هذا سبق الكلام فيه، وهو ذبائح أهل الكتاب. ذبائح أهل الكتاب حلال إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية، وكان ذبحهم إياها لأجل اللحم، لأجل اللحم فقط. أما إذا ذبحوها لعباداتهم كالذبح للصليب والمسيح ويعني الذبح لغير الله، إذا ذبحوها لغير الله وذكروا عليها اسم غير الله فهذه لا تحل، وإن كانت ذبائح أهل الكتاب، لأن مسلما لو فعل هذا ما حلت ذبيحته، فكيف بالكافر؟ نعم. قال: وإن روايتان عن أحمد أشهرهما في نصوص أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى، ما داموا ذبحوه بنية التقرب إلى غير الله ولو ذكروا عليه اسم الله فإنه أهل به لغير الله فلا يجوز أكله. ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. نعم، هذا هو التفريق الصحيح، أن ما ذبحوه للحم، أنما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله فإنه يؤكل. أما ما ذبحوه تقربا لأعيادهم، تقربا لغير الله، أو ذكروا عليه اسم غير الله، ذكروا عليه اسم غير الله كاسم المسيح ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أكله لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال: يدعون التسمية على عمد. فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسمي فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال ابن عمر: يترك التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح، وقد كرهه ابن عمر.
إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. نعم، هو كما سبق وتكرر أن وتحرر لنا أن ما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله فإنه مباح، قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وما ذبحوه تقربا إلى غير الله سبحانه وتعالى كالتقرب إلى المسيح، أو ما يذبحه القبوريون للأموات وإن كانوا يدعون الإسلام، فهذا لا يؤكل، لأنها ذبيحة مشرك، ذبيحة المشرك لا تحل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.